مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. لا شك يوم عن يوم عم بتزيد حالات الاصابه بفيروس كورونا. الحمد لله بلبنان عنا اصابه وحده، واليوم كل الدوله مستنفره، الادارات، كل الناس اليوم ما عاد خايفه عنا انه هذا الفيروس ممكن يصيب اي انسان. وكلنا بنعرف انه عوارضه صارت معروفه، ارتفاع درجه الحراره، رشح وسعال، ضيق بالتنفس، احتقان في الأنف والحنك، آلام في الجسم، وبالتالي بينتقل مباشرة. طبعا هي يعني نحن ما عنا قبل حتى نقرب على هذا الحيوان، ولكن المخالطة المباشرة بالمصابين من خلال الرذاذ المتطاير من المريض أثناء السعال أو العطس. ولكن هون بطمن، ما بيصير الانتقال من خلال ملامسة للسطح والأوات الملوثة بالفيروس، هيدي شغلة أساسية. فالمطلوب لطرق الوقاية أهمها غسل اليدين بالمياه والصابون، المحافظة على العادات الصحية الأساسية، وبالتالي استخدام المحارم الورقية وتجنب الاختلاط مع الأشخاص المصابين. يمكن صرنا حكين كتير بالموضوع، واليوم هيك بمعلومة إضافية عرفت أنه هالفيروس هيدا كيف ممكن الواحد يعرف انه مصاب بهيدا الفيروس؟ بحلول الوقت اللي بيتعرضوا فيه للحمى او السعال بيروحوا للمستشفى، بتكون رواية مصيبة 5% منها بالتليف، ويمكن يقولوا قد فات الاوان. ولكن خبراء بيقولوا اليوم انه في هيك تمرين بسيط بيقدر كل انسان صباح كل يوم يعمله، انه ياخذ نفس عميق، يمسك انفاسه لاكثر من 10 ثواني، وإذا قدر الإنسان يكمله بنجاح دون السعال أو دون أي إزعاج أو تعب أو ضيق وما إلى ذلك، بيكون عم يثبت أنه لا وجود لتليف في الرئتين، مما طبعا يشير بشكل أساسي لعدم وجود للعدوى. في نصيحة تانية كمان مهمة من قبل الأطباء اليابانيين اللي هن عم بيعالجوا هالحالات هيدي، بيقولوا لازم دايما التأكد من أنه الفم والحلق بيكون رطب، يعني من كل 15 دقيقة كل ربع ساعة أقله الواحد يشرب شوية مي، لأنه لما بيوصل الفيروس للتم وشرب المي أو السوائل بتعمل شغلة بتغسل يعني عبر المريء إلى المعدة بمجرد وجوده بالبطن. هون طبعا سيقتل الحمض المعدني الفيروس بالكامل، وإذا كنت ما بتشرب كمية كافية من الماء بشكل منتظم يمكن أن يدخل الفيروس أنابيب القصبات الخاصة إلى الرئتين، وهذا خطير جدا. يعني باختصار شديد بنقدر كل ربع ساعة نشرب شوية ماء وهيدي، ونغسل دايما إيدينا بالصابون والماء. وبالتالي اليوم كمان صار في إجراءات كتيرة متخذة، هلأ بالمعلومة بنعطي عنها على صعيد لبنان معلومة. بمعلومتنا أكيد اليوم يعني التفتيش المركزي رئيسه بعت لكل الإدارات العامة والمؤسسات العامة وطلب من كافة الموظفين عند البصمة على المدخل دايما يكون في معقم لليدين لما بيستعملوا كل الأوراق، طبعا الملفات، أوراق الناس، معاملاتها أيا كان، مفروض كمان يتعقموا الإيدين، وهيدي شغلة كتير مهمة وكتير أساسية يعني بإداراتنا الرسمية، وبتنطبق على كل الأماكن يلي بتتعاطى أكيد بشكل مباشر مع الناس. وبالتالي كمان محافظة مدينة بيروت كمان أخذوا إجراء مماثل، واليوم في يقول على مستوى الوزارات، على مستوى الإدارات، على مستوى كل لبنان مفروض يكون كمان اليوم في تشدد على الحدود البرية كما على مطار بيروت مثل ما الكل صار يعرف. وبالتالي لا ضرورة للهلع، بس المهم الواحد يعرف كيف يحمي حاله ويحصن حاله، وهيك بنكون إن شاء الله مرقنا المرحلة بسلام إن شاء الله، يعني هذا يلي بنتأمله. نحن بمتابعتنا لليوم عنا بعض المواضيع كمان بنشوفها سوا.
طبعا بمتابعتنا لما كنا مستضيفين رئيس مجلس إدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود الجمعة الماضية، للأسف انقطعت الحلقة، يعني ما قدرنا كملناها بسبب النقل المباشر، ولكن أكيد صار عند الكل بيعرفوا أنه اليوم ناطرين أكيد بس تصدر الموازنة أنه رح يكون في تمديد إلى حد ما، أو فترة ما في سميها سماح 100%، إنما فترة لست أشهر. أي إنسان أخذ قرض مش قادر يدفعه بالكامل يدفع جزء منه أقله بجدولته مع البنك لحين ما تنتظم الأمور، وبالمقابل كمان رح يصدر كمان قرار اللي ناطرين كمان يطلع بجريدة رسمية بنفس الموضوع، أنه ما يصير في حجز على الشقة أو بيع بالمزاد العدني أو إلى ما هنالك. ولكن أنا بطلب من كل يلي أخذين قروض إذا قادرين يدفعوا ولو مبلغ بسيط يدفعوا، لأنه حتى ما تتراكم عليهم بعدين كل المبالغ، وهذا يلي نصحه المهندس لحود. أما بموضوع الفوائد يلي كمان أشار لها أنه بانتظار يصدر تعميم عن حاكم مصرف لبنان، بالفعل حاكم مصرف لبنان رياض سلامي أصدر قرار حمل الرقم 13199، عدل فيه قرارين بيتعلق الأول بالتسهيلات يلي يمكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المالية، وبيتعلق الثاني بالاحتياط الإلزام وبيهدف لتعديل تخفيض نسب الفائدة على القروض السكنية الممنوحة للبنانيين وبالليرة اللبنانية. هالتعميم طبعا هو بيتألف من 18 صفحة وما رح نقدر نزيع ال 18 صفحة، ولكن فيه يقول انه بتناول كل انواع القروض والحد الاقصى للفوائد والعمولات على القروض والحد الاقصى للدعم الممنوح وغيرها من الامور والبنود. ولكن اللي بهم يعني النقطة الاساسية المتعلقة بهالتعميم هي صادرة كلها، يعني كانت قروض صادرة من حوالي 15 سنة، رح يتم تخفيض الفائدة على كل هالقروض الممنوحة سابقا يعني من 15 سنة من المؤسسة العامة للإسكان في لبنان من حوالي 5.5% إلى 3% حاليا. يعني هيدا تخفيض مهم بفتكر بريح شوي المقترضين، وبالتالي بتكون النسبة المخفضة للفائدة أيضا بتشمل كافة القروض السكنية بالليرة اللبنانية اللي تم منحها سابقا من قبل مؤسسة العامة للإسكان، وما زال أصحاب القروض عم بيسددوا طبعا سنداتها. هون بدي أذكر كمان أنه المقترضين أصحاب الشقة المستفيدين من القروض رح يلاحظوا هذا التغيير في سنداتهم ودفعاتهم الشهرية بالمرحلة الثانية من عملية تسديد القرض، أي من حصل على قرض لمدة 20 سنة مضى على تسديد دفعات لسندات العشر سنوات رح يلاحظ هالتراجع بنسب الفائدة على الأقساط في السنوات العشر الثانية من مرحلة التسديد. يعني الكل رح يلاحظ هالشي، وهيدا أمر جيد وبيشجع كمان إنه المقترضين يقدروا يسددوا. مثل ما قلت يعني إذا مش قادرين يدفعوا كم مبلغ، لأنه بعرف في كتير ناس تركت أشغالها قصرا، في ناس بعد ما عندها شغل جديد، في ناس صار نص معاش، يعني في كتير حالات بسبب الوضع يعني ما كان حدا منتظرها للأسف، فاليوم ممكن جدولتها مع البنك، وبالتالي الأفضل كمان إذا واحد بيقدر يدفع ولو جزء بسيط حتى يعني ما يتراكموا مثل ما قلت عليه البقية. هلأ بموضوع آخر بيتعلق بالاتصالات يلي عم تردني كتير من اليوم، عم تعمد كهرباء لبنان بواسطة مقدمي الخدمات إلى قطع الكهرباء عن المشتركين يلي مش مسددين اشتراكاتهم أو شهريا، بتعرف في سقفيف وتير بتصدر، في كتير إلهم سنة وسنتين يمكن منهم مسددين. مع العلم بتقول المؤسسة إنه مبلغين انه في مهل محدده لتسديدها، والا رح تضطر اسفه الى توقيف الكهرباء عنهم. الشيء اللي عم يحصل حاليا خصوصا بالمتن بجبل لبنان، ويعني ما بيقطع نهار ما بيتصل فينا حدا بيقلنا انه يقطعوا علينا الكهرباء، منا عارفين انه علينا فواتير سابقه لازم نسددها. وبهيدي الظروف كهرباء لبنان ما اصدرت بيان بتقول فيه مثلا انه في تمديد فتره سماح أو تمديد مهل حتى تندفع، ما عملت هذا الإجراء. من هيك اليوم المؤسسة مضطرة إنها تقطع الكهرباء عن يلي مش مسددين فواتيرهم عن سنوات سابقة،
وعم تطلب منهم يسددوا أقله يعني شهر وبعدين بيجدلوا تقسيطة، يعني بتتقسط على فترة محددة، يعني ما بدفعونيها دفعة واحدة، يعني بمجرد ما يندفع مبلغ بسيط بيتقسط المبلغ الباقي تسهيلا أكيد للناس بهذه الظروف الصعبة. من هيك ما يتفاجأوا الناس، إذا لأنه بعرف في عالم اتصلوا فيي قالوا لي كنا مأجرين عالم تركوا الأجار ومش مسددين الكهرباء ومنا عارفين، أجرنا حدا تاني وتفاجأوا أنه قطعوا لنا الكهرباء ما عرفنا ليه. يعني في كتير من الحالات يلي الناس منا عارفة أنه منا مسددتها أنه لازم تسددها بهالفترة وإلا رح يقطعوا لهم الكهرباء. هلأ أنا بتمنى هالتعميم يكون على كل أراضي لبنان مش بس يكون بجبل لبنان، بعتذر أنه أولى لأنه في كتير مناطق ما حدا عم يسأل عن حدا، في مناطق لا ماشيين على مثل ما بيقولوا على القانون وما في ابدا رحمه. لا نحن اليوم بظروف استثنائيه، بتمنى يكون في شويه تسهيلات من قبل الاداره. اكيد الاداره بدها اذا ما حدا دفع كارثه، لانه في رواتب موظفين، في امور بدها تمشي بالاداره، ولكن اذا في ظروف قصريه يعني طرقت على الناس وكلنا صرنا نعرفها، يكون في شويه تسهيلات حتى نقدر نقطع هالمرحله وهالتحديات اللي عم بتواجه اللبنانيين. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444 بياخذ اتصال اول اتصال اليوم. الو الو، قطع الخط، يمكن اخرت بس كان مفروض اني احكي بهالموضوع. اتصال اخر. الو الو الو، يمكن كان معنا اتصالين وسكر، بعتذر اذا اخرناكم، بعتذر كتير بس مضطره اني كنت جاوب لأنه هي كمان من ضمن البرنامج نجاوب على اتصالات الناس، سنأكد أن احنا منتابع كل الاتصالات يعني ما بنهمل الاتصالات إطلاقا. ألو ألو، تفضل. بونجور مدام ريبيكتا. بونجور مدام ريبيكتا، بخصوص الموضوع اللي حضرتك عم تحكي فيه هلأ. نعم. هل القرار بيشمل كمان بنك الإسكان ولا بس المؤسسة العامة؟ المؤسسة العامة للإسكان. هلا المؤسسة العامة يعني مصرف لبنان بتعاميمه كل القروض السكنية اللي بيدعمها مصرف لبنان وهي بالليرة اللبنانية، بالليرة اللبنانية. هلا موضوع مصرف الإسكان أكيد إذا بالليرة اللبنانية بفتكر بيش، أنا ما في أعطيك جواب لأنه ما حاطين مصرف الإسكان، حاطين يعني القروض السكنية المدعومة مصرف لبنان وبالليرة اللبنانية. بهذا موضوع بسأله إذا مصرف الإسكان كمان. اتصال اخر. بس بس المهم بمصرف الاسكان انه ايه. تفضلي مدام شيدياء. بونجور. بونجور مدام ريبيكا. نعم. بدي اخذ من وقتك شوي صغيره بس اسمعيني. هيدا الكولونا والكولونيا ويلي بدك اياه، يا ريت كولونيا، يا ريت برفان، يلي عايش بزباله 10 سنين، المي عم نشربها من المجارير، عم تشرب مجارير، عم ناكل مجارير، عم ناكل زباله. دخلي ليه ما اجينا الكورونا؟ هيدي النقطه يلي اجت. شو هالسياسه يلي باعوا المسكات ب 20,000 صار هدول كانوا كلهم كلها سياسه ليبيعوا اشياء تيلهونا عن الدولار. تما نقول بقى ما بدنا والله مصاري بس ما يجينا المرض. مدام شديا لقلك شغلي مدام، مش بس بلبنان، لو بس بلبنان نقول لهونا عن المصاري ولهونا عن هيدا وباء عالمي يعني عابر للقارات، ما بتشوف كل يوم دولة ورا دولة بتعلن عن حالات للأسف الشديد ينتقل للإنسان. هلأ نحن أكيد يمكن بلبنان صار عنا مناعة قد ما عنا تلوث للأسف، ولكن هذا الموضوع بالذات هذا الوباء، حتى ما نضيع الموضوع، يعني أكيد موضوع المال وموضوع المعيشة وموضوع الدولار وتعب الناس واللي بدك إيه، هيدا مش لازم أبدا نغض النظر عنه لأنه هيدي حياتنا اليومية المأساوية اللي كل يوم في كتير أمور عم بتصير مع الناس وعم بتأدي إلى انتحار البعض، وهيدا شيء مؤسف جدا. ولكن هذا الوباء بالذات للأسف الشديد عنا حالة بلبنان، إذا في حالة بدنا ننتبه على بقية حالات وبدنا نكون كتير كمان منطقيين، بناخد كل الإجراءات اللي لازم ناخدها لبنان كباقي الدول بالعالم يلي الناس بتسافر وبتروح وبتجي، وبالتالي نحن كمان معرضين، يعني ما في دولة تحت سقفها خيمة من الواحد بيقول. خلينا شوي منطقيين، ناخد الأمور بجدية أكتر، وبالتالي نقول الله يبعد طبعا هذا الوباء وكل الأوبئة عن لبنان وعن كل العالم. يعني بالنتيجة باخد اتصال عن بعد فاصل ومش عم ناخد اتصالات.
متابع الحلقة وباخذ اتصال جديد. الو، حكيم بكره بيحكي معنا العملية نهار الاثنين. ايه ألو. شو المطلوب؟ تفضل. مالك سعيد؟ اهلا اهلا فيك. كنت عم بحكي مع مرتي. ايه بدي اقول لك شغلتين. يلا. عن التليفون وعن هالبنك. يلا بلش بالتليفون. ايه. اول شيء لك بنت من الحراك. ايه نحن انا عمري 81 سنة، العمر كله الي قرشين بهالبنك اللي ما راح بسمي اسمه. اوكي. كنت بصيدا، بدنا نعمل عملية للمرأة، رحنا لنجيب مصاري، ما في، بدك تروح على عشان الأساس. رحنا على الأساس، ما في، بديش بيدي، أعطوني مش بديش خالص. بدي مصاري، بدي مصاري، ما لا ممكن لا بالحلال ولا بالحرام. ما بعرف، بدي أروح لشهر يجي. طيب، هلا أنا بحاجة، تبذلت أنا ما في، على نظري منيح وصب عمر كبير يعني، مثل بعضها. بتقول ماشي الحال. ما بعرف شو لازم نعمل لحتى نقدر. دي عيب يعني نحكي فيها هيدا، واحد يقول لي مصاري معطيني شو الحال؟ يعني هذا وحده، ثاني وحده. نعم. شو هالمصيبه اذا يعني صرنا بالتليفون كل شهر كل شهر كل شهر بندفع كل شهر بندفع، ما كنا ندفع بالسنه مره. حطوا لنا اياه القبر هيدا حميدي، حطوا كل شهر بشهره. لأن أنا بدي أنزل أدفع كل شهر، بتعذب لحتى أنزل أدفع، وبدي تدفع إجازة 10,000 كل شهر، هاو رسومات مدري شو. لما يرجعوها بالسنة مرة مثل ما كان بالماضي. هذا الحل، شو الحل؟ خبريني شو بدي أعمل. ليك لخبرك أول شيء أنا ما يعني ماشي لجلادي والله العظيم، لا عم نقشع ولا عم نفهم، ونظري ماشي اسمح لي. ليك معك حق، أول شيء طول بعمرك، ومعك حق يعني أنت خصوصاً يلي بعد خدمة طويلة انه يمكن في هالقرشين حتى تكملوا شيخوختكم، يعني اذا اعتزتوا عملية ولا شو ما اعتزتوا يكون في بايدكم هالمال يكون لاخرتكم، يعني قرشك الابيض ليومك الاسود. يعني ان شاء الله بتكون عملية ناجحة ويعطيها الصحة للمدام. مؤسف اكيد اذا يعني بدك تعمل عملية وبدك مصاري مش عم يعطيك البنك، انه طيب انه كيف تعمل عملية؟ يعني بنهمل صحتنا وبنحمل كل شيء لانه ما بيعطينا البنك مصرياتنا وتعبنا ويلي شايلينه لحالات خاصة. ما هيدي حالة من الحالات الانسائية المو انسانية الموجعة بهذا البلد، ويلي بعد ما بعرف يعني ما عم حس بجدية بالتعاطي مع هالحالات اللي منهم حالتك استاذ. معك حق، ما فيك تأجل عملية مدامتك ولا فيك تدين لأن ما حدا عم بدين بهالأيام، ولا فيك تحصل على مصرياتك المعروف وين رايحين، يعني معروف رايحين على المستشفى لاستشفى. هون يعني بتمنى يكون في إجراءات إنسانية. الحل يا ريت عندي، بس نحن علينا نوصل صوتكم لأنه حق من حقوقكم، لأنه هيدي المصاري اللي عم تاخدها أولا حقك، حر تعمل فيها اللي بدك إيه. اثنين، فكيف إذا كانت لقضايا إنسانية يعني ملحة طبية، ما فينا نقول للعالم ما تشتروا دواء لأن ما بيعطوكم حق الدواء، ما تروحوا على المستشفى وما تشوفوا حكيم لأن ما معكم تدفعوا، ما فينا نقولها. شغلة تانية بموضوع التليفون، اليوم عم تجي شهري وفي عالم عم تقدر تدفعها. هلأ ما بعرف إذا القرار فصلي شهري سنوي، يعني نحن بنقدر نطرحها على وزارة الهاتف بهذا الموضوع إذا الشيء ممكن، ما بعرف يعني هذا موضوع بنرجع نطرحه، لأن عملوا هذا النظام الشهري للناس. هلأ إذا بينعمل فصلي بينعمل سنوي، لأنه بتتراكم عليك سنوية مثل ما بتقول، كل تأخير في علي غرامة، هاي المشكلة. وبرجع بقلك يعني بتمنى على البنك اللي أنت بتتعامل معه ياخدوا بعين الاعتبار هالحالة الإنسانية، لأن ما فينا نأجل الاستشفاء ولا فينا نأجل المرض. باخد اتصال. ألو 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 أهلا. لما أنا ناطر على الخط. ايه تفضل. مع ريبيكا. تفضل مسيو ريبيكا معك. أوكي. ألو. تفضل. أهلا أهلا أهلا. تفضل مع... أنا معك. تفضل عم بسمعك. وخبرت اوكي. انا كنت على عيد الميلاد عند ابني. نعم. هديني الي ولامه تليفون ابل فون 11 11. وصلت على مطار بيروت بدهم يدفعوك عليه. مش على مطار بيروت، وصلنا على لبنان. ايه. فتنا حطينا التليفون، اجينا مساج انه لازم تدفع، بدكم تدفعوا الكمرك بتروحوا على لي بان بوست. مزبوط. صرنا رايحين 3 مرات واخر مره اليوم. نعم. لحديت هلا ما بيعرفوا قد ايه بدهم يقبضوا الكمرك تبعه. اف اوكي.
بدي أسألك عنها كمان هيدي. نحن لقلك لما صارت ما بعرف ليه لبنان اعتمدها، يعني في بلدان كتير لما منسافر بنفوت تليفوناتنا وكتير اشياء من الامور ما حدا بياخد عليها ضريبة ولا شيء. ما بعرف بلبنان ليه اعتمدت، يمكن بعد فيها الشغلة ما قبضوها من الناس. بيومتها رجعنا وزارة الاتصالات، رجعنا الجمارك، وحتى الجمارك لما كانت عم تستوفيهم ما كانت عم تعرف لأي مالية بدها تعطيهم، يعني وين بدها، يعني وين بدها تعطيهم لمين، تصور يعني. كمان هلا اذا بعد ما سعروا ال11 بدنا نشوف كمان معهم شو القضيه ومنجاوبكم. اهلا وسهلا فيكم على ليبون بوست، حتى هي تعرف لانه هي اللي عم تتعامل مع الناس بالنتيجه بهذا الموضوع. باخذ اتصال اخر. مدام ريبيكا بونجور. بونجور. قلت لو سمحتي في جورتين تحت جسر الانطوليه حكت الرئيب الارمن، مرة في مدام تصل بحضرتك وقلت لك عنه على الطريق غير تحت الجسر. أوكي. يعني ننزل فيها صار بحط السيارة الخطة اجت على راسنا قدنا تحت جسر انطلياس؟ نعم دغري، بس تقطع كده بعد المصلبية دغري يعني ستة. أوكي. تحت الجسر. أوكي. وعميلنا الشلوحي كمان الرجال بنص الطريق، عميلنا الشلوحي نازي يعني تنزل السيارة بجورة وحيات الله بتخرب السيارة كلها. لا معك، لأنه أنا آخر مرة حكيت كان في الفاصل تبع الجسر تبع انطلياس اللي كانت الناس بتروح على الشمال وتوقف وهيدا انعمل، بس ما مش مع أنه أنا بقطع طريق كل يوم، بس كيف مش منتبع على جورتين ما بعرف. لا يعني هلا أنا ميري من هونيك بس تطع كنت رئيس الأرمان دغري تحت الجسر يعني خلص رح ولا يهمك. وعميلنا الشلوحة كمان مجهور رعوية كمان الرجال نزل بنص الطريق يعني السيارة بتنزل بكسر السيارة. أكيد معروف. معك حق. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. يعطيك العافية أستاذ بكرة. أهلا وحيط عينك. نحن صرنا يمكن هذه رابع مرة بنتصل بحضرتك، لحد هلأ يعني ما أخذنا نتيجة. نحن بتعرف عنا أراضي مضمنينا لليوان ولحد هلأ ست سنين مش دفعينا للحياة. بس بدي أعرف من حضرتك، بس بدي أعرف من حضرتك من بعد معروف إذا يا ستنا نحن الدولة ما دفعنا لا كهرباء ولا تليفون ولا مي بيقطعونا الخط ولا لا؟ 100% وبحطوا لك غرامة كمان. لحد هلا ست سنين مش دافعيننا، بجوز الحكي يا ستنا؟ لا على أكيد لا. بس بدنا منك تعرفينا وين صاروا هالجداول، بعدهم بوزارة الدفاع ولا يا ستنا صار بوزارة المالية؟ بس بدي منك هالشغل لحتى نلحقها. طيب تكرم عينك مجددا. ممنون. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. أهلا. ألو. ألو. الو تفضلي. لو سمحتي كان بدي اقول لك بس بالنسبه لوزاره الشؤون، انا ابني عنده حاله ايه ومقدمت اوراقه وعملت له كل شيء. نعم. بس بعدها من عند الوزاره واقفه لعقود، ما حدا ما عمل بيها الوزير. انت شو طالبه من الوزاره؟ شو طالبه منه؟ انه ابني يفوت مدرسه. اوف. من اي متى مقدمه طلب؟ من ايلول. يعني أوف. يعني رح تخلص السنه الدراسيه وبعد ما حدا جاوبك من الوزاره انه وهلا ابنك وينه يعني ببارات المدرسه؟ لا بالمدرسه بدهم بالشهر مليون اذا على حسابي عبال ما تجي العقود. انا اكيد ما معي على الان. اوكي طيب عندك رقم المعامله تبعك؟ ايه موجود. اعطيني اياه هلا ما هي قدامك؟ لا. طيب معلش يمكن نحن عندنا رقمك بتصور. أوكي. كورين اخذ حضري لي رقم المعامله تبعك تقدر اعرف من الشؤون شو قضيت هالمعامله هي. اوكي ما بنترك حدا برات المدارس نحن، بس بدي اشوف ليش التاخير او ما بعرف شو صاير، بدي اسالك بهذا الموضوع. كمان باخذ اتصال اخر. صوره اليوم نشوفها سوا. هيدي صورة لفتتني لطلاب طبعا الطب في الجامعة اللبنانية يلي اليوم هن واضعين كمان بخدمة إذا بدي أقول وحدة الحجر الصحي المخصص لاستقبال ومعالجة حالات الكورونا بمستشفى رفيق الحريري الجامعي. أنا بدي حييهم وبدي أقول لهم مظبوط أنتوا على طريق الرسالة اللي اخترتوها هي رسالة الطب، وبالتالي بدي حيي من خلالهم كمان كل العاملين اليوم مع هالحالات، لأنه لما منقول حالة وباء يعني هالفريق الطبي وهالفريق المباشر يلي عم يتعاطى مباشرة بهالوحدات هي قدي كمان هو بخطر. بدنا نقول الله يحميك كمان ويقدر دايما هالرسالة هي. نعطي موعد بكرة دايما مع الحل عنا MTV. إلى اللقاء.